هذا الأسبوع راح نكمل لكم حل كوزات اللي تخص المحاضرة الثامنة الـ Type of Jurisdiction and الأول Type اللي أخذناه هو الـ Orientation Jurisdiction. طبعا هنا الأول سؤال الـ Orientation Jurisdiction Record Orientation of the، طبعا راح نختار None of them. ليش؟ لأن هنا كلها يقول لك الماندبل to arc of closure، هي مو للماندبل، هي الماكسيلا to arc of the closure أو الماكسيلا to transfer axis أو الماكسيلا to hinge axis. إذن هنا اختيار راح يكون none of them لأن هي مو الماندبل، الماكسيلا. زين، the plane of maxilla is represented by، طبعا البايت فورك، البايت فورك هي راح تمثل لنا plane of maxilla. The line running from the ala of the nose to the superior border of trachus، طبعا هاي اخذناها من ال ala of the nose ل superior of the trachus of the air. هاي المن يستخدم، هي لل orientation relation؟ لا، هي لل occlusal plane orientation. زين، لل occlusal plane orientation، بينما لل orientation relation اللاين اللي اريد نستخدم لل orientation relation سيدا اشوفكم بالمحاضرة هذا اللاين. احنا هذا اذا تشوفون هذا اللاين الجوة، هذا من الالا اوف ذا ناس لتريجرز، هذا نستخدمه للاكلوزر بلين اورينتيشن على مود نشوف الباراليزم، نستخدم فوكس بايت. بينما هذا اللاين من التريجرز للاوتر كونتورز اوف ذا اي، هذا نستخدم الاورينتيشن ريليشن على مود نحدد البوينت اوف الهنج اكسس او التمبرو مانديبولار جوينت. تمام، زين نكمل. match the correct relation to encircle plane، يعني يا المستوى المحدد اذكرنا with jaw relation. فاذا تلاحظون هنا بهذا البلين هنا كل المستويات كل البلين هي صار بها selection، فاذا المفروض الاختيار راح يكون all of them. بينما لو محدد لك مستوى واحد من عندهم كان تختار حسب المستوى المحددي، فهنا كل المستويات هي محددة فنختار all of them. ليش؟ لان الساجيتال هو للاورينتيشن، زين الكورونر بلين للفيرتيكال، الترانسفير بلين طبعا هو للهوريزونتال وللبروتروسيف. This photo represent difference in what arc of closure، نعم there is a difference in arc of closure in transfer axis in hinge axis بالاورينتيشن، اذن الاختيار راح يكون all of them لان هو هذا الهدف من الاورينتيشن ريليشن. ذكرنا بين هاي الكيسات هي مختلفة، مختلفة بالارك اوف كلوجر بالهنج اكسس او هو نفس الترانسفير، فهي هاي الاساس السبب احنا قاعد نسجل orientation relation لان there is a difference between from patient to the patient، فهنا selection هو all of them. The attachment of bite fork to a closer bite should be، يعني سيدا روح للمحاضرة، يعني راح يكون السليكشن هو below the closer limb. يعني اذا نجي مثلا المحاضرة مالتنا هنا نريد نسوي attachment بال closer limb للبايت فورك، فاحنا لازم تكون under يعني اقل من الهايت مال closer limb، under ب 3 ملم. زين، ف under او below يسموه. The F point، هاي F point طبعا هي شنو؟ tightening screw. choose the right answer related to this photo، طبعا اول شي لازم تعرف هذا شنو، هذا kinematic facebook. اذا kinematic facebook هنشوف شنو related to kinematic facebook. use impression compound، yes use impression compound. have adjustable contour rod، yes have adjustable contour rod. ليش؟ لان احنا نقدر نسوي له adjustment حتى نقدر نحدد the true hinge axis. use for complete، no more accurate، yes but require less complicated، no require more complicated equipment and time، so this is wrong. use only with semi، no. then the correct answer is A and B، just A and B، so the correct answer is F.
orientation جو ريليشن ريكورد اورينتيشن ماكزيلات وارك اوف كلوجر ترانسفير ارك اوف كلوجر هسه شفناها ذني ترانسفير اكسس هنج اكسس تو ذا تي ام جي اورينتيشن بلين اوف ماكزيلات تو بلين اوف كرينيوم. اذا الجواب الصحيح حيكون all of them. الجواب الصحيح هو all of them لان هو يسجل لنا الاورينتيشن مال ماكزيلا للارك اوف كلوجر ترانسفير اكسس وهنج اكسس نفس الشيء اللي هو يمثل لنا تي ام جي والماكسيلا للبلين اوف كرينيوم. زين ذني كلها صحيح. The most commonly used face bone complete denture construction. زين ال most common هو الاربيتراري face bone. The sequence of recording maxillomandibular relation is وطبعا هو شيء اورينتيشن شيء مو شيء مو شيء مو اكسنتريك او شيء سنتريك بعد اذا نو اذا هنا ما راح تكون ان سيكونس فالاختيار الصحيح نقول not in sequence. The best type of face bone used for all cases. اقرا السؤال بدقه يقول لك the best type of face bone used for all cases يعني face bone راح نستخدمه جميع الحالات. هل هو الاربيتري؟ نو. هل هو كاينماتيك؟ نو. هل هو الفيرتشوال؟ نو. اذا راح يكون الجواب هو none of them. تعرفون ليش؟ كل واحد من ذني بي ادفانتج وبي ديس ادفانتج. كل واحد بي حالات نقدر نستخدمه بيه وحالات ما نقدر نستخدمه بيه. اكو حالات بي ليميتيشن وحالات ما بيها. فلذا ماكو واحد راح نقدر نستخدمه لكل الحالات. كل حالة الها يعني الها جهاز الخاص بيه نقدر نستخدمه. فلذلك انتبه من ايش نوع من الاسئلة. زين ماكو for all cases. زين لو نقدر نستخدم for all cases كان فقط هو هذا اللي اخذناه ودرسناه واستخدمناه وكان شفناه على ارض الواقع فقط هذا المستخدم اذا هو يغنينا عن البقية. لذلك احنا قاعد ناخذ ندرس اكثر من نوع لان كل نوع راح يغطينا عدد معين من الحالات. When the style rolled draw arc طبعا هذا شنو لازم نعرف هذا الكاينماتيك فيسبوك انه راح يحدد لنا شنو راح يحدد لنا الترو هنج اكسس. طبعا شلون يحدد الترو هنج اكسس؟ زين بين المفروض من الماندبل يصير اوبن اند كلوزنج المفروض شنو هنا الستايلوس يعني هذا الستايلوس رود المفروض يبقى ثابت. زين ضربنا مثال الفرجال. الفرجال قلنا شلون يرسم دائره لازم نقطة الارتكاز تبقى شنو تبقى ثابتة ما تتحرك. فهنا يقول لك اذا هذا النقطة اللي هو اللي يريد نرسم بيه نحدد مكان الترو كوندايل قاعد يصير بي موفمنت باكورد فورورد باكورد فورورد اوكي من الماندبل قاعد يصير موفمنت. فاحنا اذا نريد نحصل نسوي له ادجستمنت مو قلنا هذا ادجستبل كوندايل نريد نسوي له ادجستمنت حتى شنو حتى نبقيه ثابت حتى نقول هو هذا مكان الترو هنج اكسس مكان الكوندايل. فشلون نسوي الادجستمنت اذا هو قاعد يتحرك من الباكورد للفورورد؟ طبعا منطقيا اذا هو قاعد يتحرك من الباكورد للفورورد انا اريد امنع هاي الموفمنت واوصل لمنطقة المركز زين اللي هو يمثل لنا الكوندايل انا راح احرك اسوي ادجستمنت للكوندايل حركه بالعكس من الفورورد للباكورد. اذا المفروض الخيار راح يكون بي من الفورورد للباكورد حتى للباكورد حتى اقترب من نقطة الارتكاز اللي مثل الفرجال زين حتى اللي هو يمثل لنا ترو هنج اكسس. طبعا فهاي النقطة حتكون بي فورورد باكورد. The A point represent هاي الاي بوينت مسهلة البايت فورك. زين the type of jaw relation in sagittal plane طبعا بالساجيتال بلين هي الاورينتيشن جو ريليشن. تايب ان كورونال بلين هي الفيرتيكال ريليشن. ان هورزنتال بلين اللي هي السنتريك واكسنتريك. اذا الجواب هنا راح يكون اي بوث سي اند دي. ذا اورينتيشن جو ريليشن ريكورد اورينتيشن جو طبعا هنا يكون بعض من الطلبه يقول لي هاي ما داخله هي احنا مجرد هو هذا نفس السؤال هذين الاسئله عكسناهن مو كان هذا ما بالاختيار خليناه هنا وهذا خليناه هنا. يعني هو ما ادري انتوا بس متعودين على الشيء مباشر يعني بس قلبناه عكسناه رسم قالوا هذا ما داخل. زين فرجان طلاب شويه حاولوا يعني
توسعون تفكيركم، يعني مو الا نصا، ماكو شيء اسمه نصا. فهنا أنا بالعكس قلبناها، في الاورنتيشن هو الساجيتال، الفيرتيكال هو شنو الكورونا، استونا اخذناها بس بالعكس صار، هذا كان بالاختيارات وهذا كان بالسؤال، هسه بالعكس قلبناها. فشوية دققوا، فهنا الفيرتيكال راح يكون الكورونا بلين، السنتريك راح يكون الهوريزونتال. تمام، orientation correlation record by what record by Facebook it represent the plane of cranium what you frame it contact the skin over the TMJ who el condyle rod it designed to mark the anterior reference point who the orbital pointer it designed to mark the posterior reference point who the condyle طبعا هذا يعتبر anterior reference point والكوندال رود اللي هو البوستير ريفرنس بوينت. The C point. Okay, where is the C? This is the C point is orbital pointer. The D point. This D point is the looking device. Okay. Select the arrow represent this arrow. Okay. What this represent? This represent your frame. The encircle part. This the encircle part represent the condyle rod. It's used with semi-adjustable articulator. Who is the arbitrary face ball? The name of arbitrary face ball because طبعا هنا قاعد يقول لك ليش احنا نسميه arbitrary face ball؟ يعني هاي التسمية من جدي. Because it locate what approximate axis of rotation. يعني احنا قاعد نجد بصورة عشوائية المحور الدوران. يعني not true, not false axis. Approximate. So the point C is the right choice. The name of kinematic Facebook because نفس الشيء إحنا قاعد نقول ليش نسمي ليش سميناه kinematic Facebook ليش صحيح هو يسوي لنا location للترو axis of rotation but the name ليش إحنا قاعد نسميه kinematic ليش ما سميناه true Facebook kinematic لأن ال axis of rotation by mandible movement. Locate the axis rotation by mandibular. هو طبعا إذا ترجم الكينيماتيك يعني حركي. فهو منو قاعد يتحرك هو المانديبولار موفمنت. Then the right choice is the point D. The pyron point locate on. طبعا pyron point locate on canthotrachus line اللي هو هذا اللاين اللي هسه شوفناكم إياه. This is the pyron point. Locate on conthos. This is the outer conthos of the eye and the trachus of the ear. This is the pyron point. Okay. The pyron point represent what approximate axis of rotation. Why? Because we use it in arbitrary face ball. The pyron point locate at what 30 millimeter. Anterior trend of the ear margin of tragus of the ear. Face ball similar to stethoscope. Who is the earpiece? Face ball. يعني الface ball يشبه السماعات الطبية هو earpiece face ball. Type of face ball not require measurement on the face. This is the earpiece face ball. The difference distance between the condyle and auditory bin. طبعا هاي وين موجودة؟ راح نجي قاعد يقول لك difference between this is the difference between the condyle axis and auditory bin زين هاي difference بين عتش قد 12 ملم زين condyle axis ويا من نستخدمه ويا الarbitrary الauditory bin ويا من نستخدمه ويا الearpiece difference بين عتهم راح تكون 12 ملم so this C is the right choice. It's used with fully adjustable articulators kinematic face ball. It generally used for fabrication of fixed partial and full month rehabilitation is the kinematic face ball. It's generally not used for completion is the kinematic face ball. It orient the maxilla to actual hinge axis is the kinematic face ball. This type of face ball is fascia type. So also يعني صح انا كاتب هنا arbitrary بس echo there is a more specific answer this is better answer is the fascia face ball
This type is a earpiece Facebook. This type of Facebook is a kinematic Facebook. Okay. The principle to locate the true hinge axis of rotation by kinematic Facebook depend on. هنا مبدأ اللي يعتمده حتى نحدد الترو هنج اكسس بالكاينماتيك فيسبوك. قلنا احنا عليه من شو سميناه مبدأ الفرجال. من نريد ارسم دائرة الفرجال لازم نقطة الاستناد تكون ثابتة بهذا. اذا نرسمت دائرة اللي هي الماندبل موفمنت بالبداية بالهنج اوف روتيشن اذا يفتح دقري 12 دقري زين راح يكون only pure rotation. اوكي لازم هنا المسند اللي هو الكوندايل رود لازم يبقى ثابت. فاذا المفروض تختار اللي هو الكومباس. الكومباس يعني نقصد به الفرجال. This is the correct answer. The auditory bin present in auditory bin وين شفناها هسه قبل شوية present in semi adjustable articulator. طبعا هنا لازم تميز بين شغلتين. تميز بين الارتكليتر كومبوننت وبين الفيسبوك كومبوننت. بالفيسبوك سميه اير بيس بينما بالارتكليتر سميه اوديتوري بين. فهنا رجاء انتبه هواي غلطه بيها هاي. اوكي فالفرق هنا المختار اير بيس رونج لان هي موجوده بالسمي ادجستبل ارتكليتر. The condyle bin also condyle bin where is present present in semi adjustable articulator who is select fascia type is a wrong. The orbital bin who can answer orbital bin present in fascia facebook. Confusing here. Look, this is the orbital bin where is it present in the facebook. While in the articulator, what is name? Orbital plane guide. So be careful from such this question. It's somewhat confusing. The nasion saddle present in who can answer is present in earpiece Facebook. This is what we meaning by this is nasion saddle. Nasion saddle is present in the type of earpiece type Facebook. Thank you for your listening and your effort for trying to answer the first objective of all these quiz and exam. You learn from your mistake. I know many of you try to reach the correct answer, but no one of you have reached all correct answer. So, as in the every week, I want to from each student who send me answer to correct according to this answer key and send me a degree. On Telegram with a replay, not sent again, to keep the date you have sent previously, and this degree will be calculated for you because you have tried to answer it. شكرا جزيلا طلاب. نتمنى تكون استفادته. واني الصراحة بالنسبة لي قاعد اشوف اكو تحسن وهذا هو الغرض من الاختبار. طبعا اللحظة اللي هو اللي قاعد يستفادون فقط الطلاب اللي يريدون يستفادون بينما اكو طلاب زين صم بكم عمي فهم لا يفقهون. وشكرا جزيلا.